السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط. درسنا لهذا اليوم راح يكون Lesson 1 Unit 1، الدرس الأول من الوحدة الأولى في كتاب الطالب وكتاب الأكتيفيتي في منهج English for Iraq. هذا الدرس تجدوه على Students Book Page 4 and 5، كتاب الطالب صفحة 4 و5، Activity Book Page 3 and 4، كتاب النشاط صفحة 3 و4، ونذهب مباشرة إلى أهداف الدرس. Revise vocabulary related to public places and shops. مفردات، يعني مراجعة مفردات تعود إلى أماكن عامة ومحلات متاجر. Revise adjectives to describe objects، وكذلك مراجعة الصفات التي تصف أشياء معينة. Read and understand description، a description، قراءة وصف وفهمه. Describe a local shopping mall orally، وكيفية وصف مول التسوق بشكل شفهي. Complete gap description، وإكمال نصوص الفراغات الموجودة في كتاب الأكتيفيتي. The language there is and are it has، راح نتعرض لها هاي، هنالك يكون، هنالك يكونون، و it has يعني هو فيه أو لديه، وكذلك الصفات. المفردات vocabulary escalator information desk lift loads of security guard shop assistant queue and walkie talkie. هذه مجموعة من المفردات راح نتعرض لها في المرحلة القادمة إن شاء الله. أحبائي، Unit 1 Lesson 1 Third Intermediate. هذا الدرس هو الدرس الأول من دروس منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. وللاستفسار عن كل ما يخص مناهج اللغة الإنجليزية ولكل المراحل، الاتصال على رقم الهاتف الموجود أمامكم على الشاشة، ونسألكم الدعاء. Lesson 1، الدرس الأول عنوانه at the mall، في المول، في مركز التسوق. هذه مجموعة الفوكابولاري. مول يعني مركز تسوق. clock يعني ساعة جدارية. security guard يعني حارس أمن. escalator سلم كهربائي. going up معناها صعودا. The opposite of going up، عكس كلمة going up هي كلمة going down، نزولا. Lots of كثير من. Floor طابق، طابق في بناية. Information desk الاستعلامات، أو مكتب المعلومات، أو مكتب الاستعلامات. Shop assistant عامل في محل. Lift مصعد. Electronic كهربائي. كيو طابور، وبلانت نبات، وانجري غاضب. هنا كلمة طابور، طابور هنا بالطبع بها خطأ. هذه واجهة الدرس في كتاب Students Book، كتاب الطالب، وراح نتعرض لهذه القطع الثلاثة والمفردات الموجودة أمامكم. هذه كلها شرحناها قبل شوية مع المعاني. نقرأ القطع الآن. We have got a big mall، لدينا مركز تسوق كبير. In Manchester، في مدينة مانشستر. I like going there، أحب الذهاب هناك. With my family، مع عائلتي. It has lots of goods، good shops، فيه الكثير من المحلات الجيدة، المتاجر الجيدة. I like the sports shops،
أحب محلات الرياضة، محلات بيع الأدوات الرياضية، and the ones that sell video games، وتلك التي تبيع ألعاب الفيديو. There are loads of clothes shops، هنالك الكثير من ملابس، محلات الملابس. My father likes the electronics shops، والدي يحب محلات الكهربائيات. He likes buying things، يحب شراء الأشياء. For his computer، لجهاز الحاسوب التابع له. أيضا نفس الشخص يتحدث بوصف آخر. There are plants، هنالك plants، هذه plants أشجار، and the trees، نباتات وأشجار. Anywhere، everywhere، في كل مكان. And there is a big car park، وهنالك مرآب للسيارات، جراج للسيارات. Next to the mall، في مقابل المول. It has three floors، المول الإيت تعود على المول، فيه ثلاثة طوابق. It has three floors. Sometimes my father can't find his car، بعض الأحيان والدي لا يستطيع أن يجد سيارته. When we finish shopping، عندما ننهي التسوق. He gets very angry، يصبح غاضبا جدا. There isn't a supermarket، ليس هناك سوبر ماركت. So we can't go food shopping، لذلك لا نستطيع أن نذهب للتسوق، لتسوق الأغذية هناك. I like going up and down، أحب الذهاب صعودا ونزولا. In the lift، في المصعد. Because you can see everything، هذا المصعد، هذا الليفت، يمكنك أن تذهب. Because you can see everything، يمكنك أن تشاهد كل شيء من المصعد. هنا بعض الصور مرقمة، إذا نريد نربطها بهذه الكلمات، فهذه نمبر 4، راح نبدأ من أسفل الصور. هذه نمبر 4 هو الإسكوليتر، الإسكوليتر هذا درج الكهربائي. Picture number 3، واضح أنه clock، ساعة. Picture number 2، واضح أنه plant، نبتة. و picture number 1، lift، المصعد. هذا كل ما موجود في واجهة الصفحة، صفحة 4 في كتاب الطالب. الآن نتحدث عن القواعد. وصف الأماكن، هنا هذا الدرس يتعرض إلى وصف الأماكن، Describing places. Describing places أكو نوعين، وصف الأماكن هناك نوعين. وصف الأماكن من الخارج، يعني from outside، هو أن تتحدث عن وجود بناء محدد أو سوق أو محلات. أنت واقف في مكان ما، يسألك واحد هل موجود هنا مول، توصف له، تتحدث عنه. هل موجود هناك محلات لبيع الملابس، توصف له وتتحدث عنه. هذا هو وصف الأماكن من الخارج. فوصف الأماكن من الخارج إذا كانت الجملة مثبتة، يعني الجملة اللي راح نستخدمها لوصف الأماكن، أنت في الوصف أما أن تقول يوجد أو لا يوجد. فهنا إذا تقول يوجد محل فلاني، يوجد متجر فلاني، فيجب أن يكون استخدامك للجملة المثبتة، لازم تستخدم جملة مثبتة. بيش تبدي هاي الجملة؟ بهذه كلمة there، كلمة إشارة إلى هنالك، هنالك. There is، هنالك يكون.
إذا تتحدث عن وصف مفردة واحدة، إذا تتحدث عن وصف بناء واحد، محل واحد، متجر واحد، سوق واحد، جراج واحد، فتستخدم there is زائد اسم مفرد. إذا توصف مجموعة محلات، مجموعة مولات، مجموعة جراجات، مجموعة باركات، راح لازم تستخدم صيغة الجمع. صيغة المفرد تبدأ بذير، هذا ثابت، هنالك ضمير إشارة، فعل الجملة is يكون، واسم مفرد الاسم اللي تتحدث عنه. كذلك بالنسبة لجملة الجمع تستخدم there، هنالك اسم إشارة لبداية الوصف، ثم are يكونون يعني مجموعة، ثم اسم جمع. وبعطيك هنا أمثلة من الكتاب. There is مع الاسم المفرد an information desk. There is an information desk. An يعني واحد، يعني واحد، لكن بدأت هي المفروض A لكن صارت an. ليش؟ لأن الكلمة اللي بعدها اللي جاي توصفها تتحدث عن شيء واحد تبدأ بحرف علة، فإذا بدأت بحرف علة تنقلب أداة التنكير الإفراد إلى an. هي بالأصل A لكن إذا بدأت الكلمة بحرف علة تنقلب إلى an، فصير there is an information desk، هنالك يكون مكتب استعلامات، هنالك مكتب استعلامات، هالشكل بالترجمة، هنالك مكتب استعلامات. لكن إذا كنا نتحدث عن الجمع فلاحظ there موجود هنا، ثم are هذا فعل الجملة، هسه هنا مذكور فاعل وفعل، فاعل وفعل، there are اسم إشارة وفعل، ثم ما الشيء الذي تتحدث عنه، البناء الذي تصفه، المكان الذي تتحدث عنه. There are lots of clothes shop. الكثير من متاجر الملابس. Shops that sell computers. متاجر تبيع الحواسيب. Some plants and trees. بعض النباتات والأشجار. هنا في الكلمة جمع بالمفرد نستخدم أداة الإفراد A أو an، في الجمع نستخدم قبل الكلمة بعض تعابير العدد أو الكمية، مثل كلمة lots of، مثل كلمة some، lots of الكثير من، some بعض. وكذلك هناك كلمة loads of اللي تعرضنا لها في الكتاب في قراءة الوصف في بداية الشريحة الثالثة، عندما قال loads of، loads of يعني هي نفس كلمة loads of لكنها دارجة. فإذن بالمفرد نستخدم a أو an، في الجمع نستخدم lots of أو some أو بعض تعابير الكمية والعدد. الآن إذا أنت تريد تقول ما موجود هذا الشيء، ما موجود هذا البناء، ما موجود هيك محل، ما موجود هيك متجر، شلون تقول؟ طبعا اسم الإشارة يبقى ثابت، هنالك isn't، لا يكون هنالك، لا يوجد هناك، there aren't، اضيف not الى الفعل المساعد، لا ننسى ان النفي هو اضافة not الى الفعل المساعد، انت جاي تنكر وجود هذا الشيء، فاذا اضيف not، there isn't اذا كنت تنفي وجود محل واحد
أما إذا كنت تنفي وجود مجموعة من المحلات، مجموعة من الأماكن، شو تقول؟ There aren't وظيف any. any معناتها أي، ليس هنالك أي متجر للملابس، ليس هنالك أي مسبح، ليس هنالك أي جراج للسيارات. هذا إذا عفوا ليس هنالك أي جراج للسيارات، ما يعني أنك تنفي وجود مجموعة من الأماكن من الأبنية. لاحظ عزيزي الطالب، there isn't a supermarket. there isn't a supermarket. هنا لا يوجد سوبر ماركت، ليس هناك سوبر ماركت. there aren't any sweet shops. ليس هناك أي محلات لبيع الحلويات. فهنا أني ضرورية جدا في الجواب. إذا عرض لك بالفراغ، هاي تجي فراغ، there aren't sweet shops، ويعطيك أي مكان أني فراغ ويكتب لك أني وصب، أنت لازم تختار أني. الآن نذهب إلى القسم الآخر من الوصف، وصف الأماكن، وهو وصف محتويات الأماكن. الأماكن من الداخل، هذا البناء على ماذا يحتوي؟ كم طابق، كم غرفة، كم محل، كم سوق؟ بهالصورة هاي إنما نتحدث عن محتويات بيت أو عمارة محددة أو سوق أو فندق إلى آخره. تكون القاعدة كما يلي. فأنت أما تريد تقول هذا البناء فيه أو هذا البناء ليس فيه، هذا هو الوصف مالك. إذا كنت تتحدث عن بناية واحدة، عنصر واحد، الفاعل يكون it في إشارة إلى البناء أو المكان. واحد it هو has معناها لديه. هنا نستخدم الفعل have وhas. ال it تأخذ has، has فعلها ينتهي بs، ثم اسم مفرد أو جمع مع أو بدون صفة، مع أو بدون صفة. It has a car park. It الفعل، has الفعل ومعناها فيه أو يملك. هنا البارك، الكار اجت ووصفت البارك، يعني هذا الاسم وصف البارك، فصار a car park. هو فيه هذا المول بي كار بارك، مرفأ للسيارات، جراج للسيارات. نعم، الآن لدينا إذا كنا نصف عدة أماكن، نتحدث عن عدة أماكن، مثلا مجموعة فنادق، مجموعة فنادق فلسطين الميريديان، يمكن أكو واحد بالبصرة، واحد بالكوت، واحد في بغداد، فإحنا جاي نتحدث عن مجموعة، فالفعل راح يتغير هنا، لأن have تأتي مع فواعل الجمع، فيصير they have، ثم اسم جمع مع أو بدون صفة، مع أو بدون صفة. يعني مثلا they have shops، sweet shops، sweet shops. هنا اسم جمع موصوف، محلات، متاجر حلويات، هذا اسم جمع موصوف. أو أريد أقول it has
They have many shops. They have many shops. فيهم الكثير من المحلات. فإذا أردت أقول they have وراها يجي اسم جمع مع أو بدون صفة. مكان it has تصير they have many sweet shops. ربما هذا المكان هو وحده فيه الكثير من محلات بيع الحلويات فأقول it has many sweet shops. لكن إذا أردت أقول إذا أردت أتحدث عن مجموعة أقول هاي المولات بها الكثير من محلات بيع الحلويات they have many sweet shops. أما إذا كانت الجملة منفية فراح تكون الفاعل it ثم it has تصبح doesn't have. هنا شلون تحولت راجع محاضرتي عن المضارع البسيط في أحد الفيديوهات للتعليم الأساسي موجود في قناة اليوتيوب عندي. It doesn't have هو لا يملك ليس لديه ليس فيه محل أو مجموعة محلات. فإذا كنا نقول أنه ليس فيه a sweet shop لازم نذكر A كأداة تنكير. An information desk يعني استعلامات ماكو فنقول it doesn't have an information desk فالان قلبت an لأن information desk تبدأ بحرف L. It doesn't have any car parks إنه أو هو لا يملك ليس فيه جراجات للسيارات. هنا استخدمت أني لازم أستخدم أني في الجملة المنفية قبل اسم الجمع. وهنا مثال It doesn't have a swimming pool. هذا البناء ليس فيه حوض سباحة. وإت doesn't have any bakeries ليس فيه مخابز. هذا البناء ليس فيه مخابز. هنا جمع سبقتها أني هنا مفرد سبقتها A. وإذا هاي الكلمة بادية بحرف علة تصير أن. المهم الفاعل إت ثم الفعل راح يكون doesn't have. doesn't have فعل منفي باستخدام الفعل المساعد ثم نوت ثم جذر الفعل أو الفعل المجرد. الآن نذهب إلى إذا كانت الجملة منفية والفاعل جمع. هناك بذيك الشريحة قلنا it doesn't have هنا they don't have لأن they تأخذ don't وأيضا راجع شرحي عن المضارع البسيط في التعليم الأساسي للغة الإنجليزية. they don't have any ثم اسم جمع. أي اسم جمع في التكملة لازم يسبق كلمة any. راح يصير المثال they don't have any swimming pools ليس فيها أي أحواض للسباحة. ليس فيهم أي أحواض للسباحة. الآن نذهب إلى التمرين الموجود في الأكتيفيتي بوك صفحة 3 page 3 وراح تطلع لك هاي الواجهة مجموعة صور لأبنية تجارية بوك شوب ديبارتمنت ستور كلوذس شوب ويستفسر عن look at the picture and write انظر إلى الصورة واكتب 6 جمل about the items حول العناصر
in the box الموجودة في الصندوق ها هي below. Use there isn't and there aren't. واستخدم وصف الأماكن من الخارج باعتبار أنك أنت واقف على بعد وتنظر إلى الصورة وتصف. هنا راح تكون الحلول هي هذه الحلول. There is a clock on the wall. موجودة ساعة على الجدار. There is an information desk in the bookshop. بالصورة أكو مكان اسمه bookshop فيه information desk يعني استعلامات للمحل. Number three, there aren't any shop assistant in the store. ليس هنالك عامل في المحل في المخزن. Number four, there are plenty of plants in the store. لاحظنا وجود كثير من النباتات في المخزن. There isn't a supermarket in the mall. ليس هنالك سوبر ماركت في المول. There is a lift in the store. هنالك مصعد في المحل في المخزن. لاحظ عزيزي الطالب، احنا استخدمنا there is عندما نصف شيئا وحده مسبوقا بأ اذا كان هذا الشيء يبدا بمن بحرف صح، واستخدمنا ايضا there is مع وصف شيء واحد لكن هذا الشيء بادي بحرف علة فصارت الأي آن. ثم عندما وصفنا عدة أشياء من الخارج وأنكرنا وجودها قلنا there aren't any shop assistant، ماكو أي عمال بالمحل. There are plenty of plants، هنالك الكثير من النباتات. شوف plenty of من تعابير العدد. There isn't a supermarket in the mall. هنا تحدثنا عن عدم وجود سوبر ماركت في المول، فنفينا الجملة ضفنا نوت إلى is وهكذا. There is a lift in the store. أيضا تحدثنا عن مصعد واحد في المخزن واستخدمنا A قبل الليفت باعتبار الليفت بادية بحرف صحيح. هنا وصلنا إلى تمرين B في كتاب الأكتيفيتي بوك بيج 4. Complete the text with the words in the box. هذا التكست وهذا ايضا تكست فراغ بفراغات gaps. هاي الكلمات يريدنا نملأ الفراغات بها، فراح نملأ الفراغات ونقرأ التكست مثل ما موجود امامكم. A young boy ولد صغير is missing in the mall. يضيع في محل، ضايع في محل مفقود. He is 6 years old. هو بعمر 6 سنوات. His name is جمال. اسمه جمال. He has short brown hair and brown eyes. لديه شعر قهوائي قصير وعيون جوزي. النص الثاني الكلمات his has and wearing a. هنا his لديه his له هاي صفة تملك. has لديه يمتلك فعل. and و أداة ربط. wearing verb ing و a أداة التنكير. he is wearing a white t-shirt and jeans. هو يرتدي t-shirt أبيض وجينز. هاي الآية خليناها أداة تنكير باعتبار أنه يرتدي قميصا واحدا. The jeans are very old. الكاوبوي بنطرونه الكاوبوي قديم جدا.
and his t-shirt has Iraq on it. والتيشيرت مالته فيه كلمة مطبوع فيه كلمة عراق. He is also wearing, هو كذلك يرتدي, a red baseball cap. يرتدي أيضا قبعة بيسبول حمراء. He has white shoes and blue socks. يرتدي حذاء أبيض. لديه حذاء أبيض وجوارب زرقاء. إلى هنا أبنائي أعزائي وصلنا إلى نهاية المحاضرة، نهاية الدرس الأول الوحدة الأولى. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، بارك الله بكم، نلتقيكم في محاضرات أخرى، مع السلامة.